مساء الخير واهلا بكل جماهير الكره المصريه. الحقيقه ان ما كنتش متخيله اني انا ما بحبش اعيش كتير جدا، يعني فواجع الموت هنا بتبقى صعبه جدا. الفجر كلنا صحينا على انه احمد رفعت توفى، يعني صدمه كبيره طبعا كلنا عشناها بعد ان احنا يعني سمعنا خبر وفاته. احمد رفعت هو صانع العاب نادي الزمالك السابق ونادي مودرن سبورت حاليا عن عمر 31 سنه بعد تدهور حالته الصحيه. طيب هو كلنا عارفين ان احمد رفعت كان عادي تعرض لوعكه صحيه كانت كبيره، كان وقتها فيوتشر بيواجه فريق الاتحاد السكندري وده كان يوم 11 مارس اللي فات في الدوري، حصل له أزمة صحية ودي نقدر نقول كده ان هي بدأت قبل 117 يوم بالتحديد، يعني بالتمام كده والكمال. وقتها احمد رفعت لو تفتكروا وقع على الأرض، طبعا كلنا انهارنا، يعني سكتة قلبية، ما بينطقش، فيش اي حاجة، فقد الوعي، عضلة القلب توقفت. معنى انا مش دكتوره بس اكيد طبعا عضله القلب توقفت، ف ده معناه ان الانسان ده يعني عمره انتهى او خلاص هو حياته توقفت. ولكن شاء القدر انه الحمد لله بعد فتره علاج في المستشفى استمرت تقريبا شهر رجع احمد تاني، احمد رفعت تاني للحياه. يشاء ربنا انه يرجع تاني للحياه. وانا ببقى فاهمه قوي فكره انه حد يبقى يروح ويعمل عمليه وبعد ما يعمل عمليه ويبقى خلاص قدامك ومعاك فجاه ما يبقاش معاك او ما يبقاش حواليك، يعني فبيبقى الموضوع صعب شويه. بعد كده كمل فتره علاجه وطلبت منه طبعا الدكاتره والمعالجين ان هو ما يعملش اي مجهود بدني خالص كبير لان حالته طبعا الصحيه ما تسمحش، لكن انا مقدره جدا الحاله اللي اهله فيها ان هو تعرض لازمه كبيره جدا، قعد فتره كبيره جدا في غيبوبه بعد كده فاق منها. فانت بتبقى في الفتره دي خلاص انت فوق، بقيت حوالينا وبقيت معانا، فبيبقوا اهله، وانا دايما اذكر اهله واصدقائه لان هم دول بيبقوا انا عارفه ان هم اكتر ناس بيبقوا متاثرين جدا وتعبانين جدا واكتر ناس فرحانين انه ابنهم او صاحبهم عاد مره اخرى للحياه كانه يوم فرح يعني. ولو تفتكروا وقتها لما رفعت تعب اول تعب ليه كان في رمضان، وقتها الناس كل مصر كلها دعت له، وقتها كلنا قلنا يعني ماذا بينك وبين الله، يعني عشان مصر كلها تدعي لك وترجع تاني الحمد لله للحياة. وكلنا بصراحة فرحنا جدا لما شفناه واطمنا عليه والحياة ترجع تاني تسأل برضو ماذا بينك وبين الله عشان تبقى تموت الفجر زي ما بنقول حسن الخاتمة ليك يعني يا رفعت. ومصر كلها حاليا زعلانة جدا، كلنا زعلانين جدا ومتأثرين جدا بوفاتك، لأن كمان بنزعل جدا لما بنلاقي لاعب موهوب، لاعب خلوق، لاعب مؤثر في الكرة المصرية، بيبقى كل ده بيقعد يمر عليك وبتقعد تفتكره مش بس عشان هو كان لاعب في الزمالك ومؤثر في الزمالك، لا انت هنا بتفتكر كمان كشخص أو كبني آدم مر برضو برحلة، ورحلة مرض أو رحلة علاج هي الأصعب على الإطلاق. فكرة إن كلنا اتأثرنا دي يا جماعة لا شك فيها إن كلنا اتأثرنا، ولكن أنا دايما بقف عند حتة إنه لما رجع تاني للحياة دي كانت أكيد لحظة فارقة في حياة أهله، يعني هم اكيد عفوا يعني اكتر ناس كانوا مبسوطين جدا وعارفه قد ايه هم خلاص كانوا اطمنوا وفرحوا ان هو بقى معاهم وان هو بقى حواليهم.
وانه خلاص اطمنوا. واللي عرفته كمان ان احمد رفعت مرتبط جدا 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 بوالدته، كان الله في عونها بجد، كان الله في عونها انه بعد ما كان في حضنها وجنبها ومعاها، وامل كبير ده ما يعزش على اللي خلقه طبعا، وده قدر في الاول وفي الاخر، وهو ربنا بيحبه، ربنا بيحبه جدا انه اداله فرصة اخرى للعودة للحياة مرة تانية، وعاش تاني مع اهله، وحب الناس اللي هو شافه، على فكرة مش كتير جدا يقدر يشوف حب الناس وهو عايش في حياته، ولكن احمد رفعت قدر ان هو يشوف حب الناس ده، خاصة كمان بعد ما فاق من الوعكة الصحية اللي هو كان بيمر بيها، وبعد ما فاق منها.